انطلاقة موافقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 12 من الجهاد المهجنة الأصية مفرس من وسط الجهاد ومن الجهاد ومن الجهة الداخلية من الجهة الخارجية كاجوال غليمبوس ومن وسط الجهاد كريستال ليك محاولة لخطف الصدارة وهناك حسين علي بوكنان بيتش كلوب من الجهة الخارجية والصدارة مع مفرس مربط مرقاب ومارفن سورلاند من وسط الجهاد كاجوال غليمبوس محمد بن علي العاطية والمعتصم البلوشي ومن الجهة الخارجية شعار البرتقالي لسنافي مبارك سجفال النعيمي والسنة ألبرتو خطوة بخطوة مع الجواد مفرس وبيتش كلوب ومن الجهة الداخلية مفرس مربط مرقاب صدارة ثلاثية وجميلة تؤخر بعض الشل مارس وولف يانيس أوابد من الجهة الخارجية وجريت وايت إيجل عبد الملك وإفريت من الجهة الخارجية محاولة للحق وتأخر بسيط كريستال ليك من الوسط الجياد وهناك بلاك دونفور أيضا بتأخر بسيط والجياد بشكل كتلة جميلة متمركزة عند المنعطف ما قبل الأخير اتجاها إلى المنعطف الأخير خطوة بخطوة مفرس والجواد بيتش كلوب وهناك سنافي اتجاها إلى خط النهاية ويعطى الإعاز لجميع الجياد مفرس من الجهة الداخلية والجواد سنافي من وسط الجياد والآن جياد شاولي مربط إنجاز من الجهة الخارجية مارس وولف عبد العزيز خالد الغانم ويانيس أوابد وشعيل الكواري وأندر دار الآن ولكن أرتشوس براس فرانكي ديتوري والأمتار الأخيرة نعم شوط جميل أعزائي الجمهور والحضور الكريم ونتائج الشوط الثاني من هذا الحفل جاء في المركز الأول الجواد أرتشوس برايس ملك السيد خلفان محمد علي الشيبان السويدي والفارس فرانكي ديتوري والمدرب زهير محسن مبروك في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 9 بلاك توم فير ملك السيد محمد خميس عيسى محمد مانع الكعبي والخيال جاري كارتر في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 3 أندر ذا رادار ملك السيد خليفة بن شايل الكواري والخيال هاري بنتلي في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 7 كريستال ليك ملك السيد حسن علي عبد الملك محمد عبد الملك والخيال سليم غلام وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 12 شاولين ملك السادة مربط إنجاز والخيال جي بي جامبر. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظنا